تحويل التحديات إلى فرص هو جوهر الإدارة الناجحة، ومن خلالها يمكن للمدير تحويل ملاحظات الأداء السلبية إلى فرص للنمو والتطور للموظفين. يواجه المدراء صعوبة في تقديم ملاحظات سلبية لأعضاء فريقهم لأنها تكون صعبة ولها تبعات ملموسة على أداء الموظف وتطوره المهني، ولكن مع ذلك يمكن تحويل هذه اللحظات الصعبة إلى فرص لتعزيز العلاقة بين المدير والموظف من خلال خلق بيئة تعاون وتقريب وجهات النظر والمشاركة بالنمو والتطور. لبدء المحادثة يجب على المدير بحسب منصة هارفارد بزنس ريفيو تعريف ما يبدو عليه النجاح بحسب معايير الشركة، ومن سيشارك في تحسين الأداء، وكيف سيتم هذا التغيير. خوض الحوار بشكل ودي بدلاً من توجيه انتقادات سلبية، الاستماع للموظف وفهم وجهة نظره والتحقق من أهدافه المهنية، ومن ثم تقديم ملاحظات واضحة ودقيقة لتطوير الأداء. الحديث عن تحسين أداء الموظف هو عملية حساسة تتطلب التحضير الجيد والتعاطف والتركيز على التعاون من قبل المدراء والقادة، حتى يتم تحويل العقبات إلى فرص تطور والفجوات إلى جسور ثقة تمتد بين الشركة والموظف وتساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بفاعلية.